السلام عليكم ورحمة الله. هنبدأ في المحاضرة دي هنتكلم فيها عن الـ Non-Ischemic Heart Disease اللي هي الكارديو مايوسيس، ودي تعتبر من المحاضرات المهمة اللي بيجي فيها أسئلة. بقى أول حاجة هنبدأ فيها الـ Dilated Cardiomyopathy، وده طبعا الـ Most Common Cardiomyopathy، والـ Cause غالبا بيبقى Idiopathic، ممكن يبقى Ischemic، ممكن يبقى حاجات تانية Alcoholic مثلا، ولكن الـ Most Common Cause اللي هو الـ Idiopathic، فطبعا بيبقى دايليتد من اسمه، الليفت فنتركل بيبقى دايليتد قوي، طبعا بيبقى عامل سيستوليك ديسفانكشن، ما بيقدرش يعمل كونتراكتيليتي كويس، وده بيبقى الباترن بتاعت الديليد انهانسمنت سبيشالي في السبتم، ميد وول انهانسمنت سبيشالي في السبتم، زي ما انت شايف ميد وول انهانسمنت، طبعا مش على فاسكولار تريتوري خالص، وبيسبير اصلا السب اندو كارديال يعني، فده بيبقى ميد وول انهانسمنت في السبتوم، طبعا بيبقى سوجيتد معاه ميترال ريجرج، لان بيبقى فيه دايلاتيشن حتى في الرينج اوف ذا ميترال رينج يعني. بعد كده الريستريكتيف كارديوميوباثي، وده بيبقى دايستوليك ديسفانكشن، وده بيبقى السبب الشائع ليه الامايلودوزيس، يعني most common cause of restrictive cardiomyopathy الامايلودوزيس. ممكن الايرن ديبوزيشن اللي هو الهيموسيدروزيس ممكن يعمل برضو ريستريكتيف كارديوميوباثي، ولكن الكومونست الامايلويدوزيس، وده بيحصل طبعا في البوس فنتركل، زي ما انت شايف هنا ادي الرايت فنتركل برضو والليفت فنتركل، بيبقى طبعا ديفيوز سيركمفرنشال سب اندوكارديال انهانسمنت، ديفيوز سيركمفرنشال سب اندوكارديال انهانسمنت، زي ما انت شايف هنا البوس فنتركلز بيبقوا ثيكند وول، ودوت علشان لونج تايم انفرجن، علشان تسبرس الميوكارديوم في حالات الامايلويدوزيس هتحتاج ان انت تزود التي اي، بيبقى لونج تي اي يعني ممكن ياخد وقت اطول. لو تفتكروا في المحاضره اللي فاتت في الستير كنا التايم تقريبا من 200 ل 300 مللي سكند، ولكن في حالات الامايلويدوزيس التايم هيزيد، ممكن يوصل ل 350 مللي سكند، لدرجه ان انت ممكن تنال السيجنال اوف بلاد والمايوكارديوم لسه برضو زي ما هو. ده في حالات الامايلويدوزيس، يعني برضو خلي بالك من التريكه ديت، تمام. وزي ما قلت لك هو ديفيوز سيركمفرنشال سب اندوكارديال انهانسمنت، ده الباترن بتاعه. بعد كده هناخد الهايبرتروفيك كارديوميوباثي، ثالث نوع معانا. الهايبرتروفيك كارديوميوباثي دوت بيسبب طبعا سادن ديث، وبيعمل اللي هو طبعا دايستوليك ديسفانكشن زي الريستريكتيف كارديوميوباثي، ابنورمال هايبرتروفي اوف ليفت فنتريكولار مايوكارديوم، بيبقى اوتوزومال دوميننت، بيبقى في فاميلي هيستوري ان في العائلات ممكن يبقى حصل حالات قبل كده سادن ديث او حاجه، طبعا بيبقى في اسيمتريك، ده السب تايب بتاعه اسيمتريك هايبرتروفي للانتر فنتريكولار سيبتوم، وده بيعمل ليفت فنتريكولار اوت فلو اوبستراكشن اللي هو ايديوباثيك هايبرتروفيك سب اورتيك ستينوزيس، تمام. وبيعمل حاجه اسمها السام اللي هو السيستوليك انتيريور موشن اوف ميترال فالف، يعني في حالات السيستول او ديورينج سيستول الميترال فالف او الانتيريور ليفلت اوف ميترال فالف بتتحرك لقدام، فبالتالي بتقفل كمان الاوت فلو اوبستراكشن بتاع الليفت فنتريكولار اوت فلو اوبستراكشن في الايكو، يعني دي بتشوفها في الايكو، طبعا بيسبب سادن ديث، والباترن بتاعه باتشي زي ما انت شايف هنا كده، باتشي ميد وول ديليد انهانسمنت في الهايبرتروفيك كارديوميوباثي، ده بيبقى باتشي في الميد وول ديليد انهانسمنت، بس اهم حاجه تعرفها ان هو طبعا بيعمل ريفت فنتريكولار اوت فلو اوبستراكشن وسادن ديث، زي ما انت شايف هنا الانتر فنتريكولار سيبتوم ثيكند قوي، فقافل الاوت فلو اوبستراكشن اوف ذا ليفت فنتريكل، والميترال فالف الانتيريور ليفلت زي ما انت شايف ممكن في حالات ديورنج سيستول هتلاقيها بتتحرك انتيريورلي، هي بتبقى اسمها سام. بعد كده الاريزموجينيك رايت فنتريكولار كارديوميوباثي، وده زي ما انت شايف برضو ليه فاميلي هيستوري يعني اوتوزومال دوميننت، ففيه في حالات ان انت سادن ديث، في حصل حالات في العيله سادن ديث او كده، بيبقى فايبروفاتي ريبليسمنت اوف ذا مايوكارديوم اوف ذا رايت فنتريكل، زي ما انت شايف في فات ريبليسمنت للموسل هارت بيعمل سادن ديث، ولو عملت له فات سات هتلاقي سبريس الفات في الرايت فنتركل زي ما انت شايف كده، وده في الرايت فنتركل، يعني الباقي كانوا اكتر في الليفت فنتركل.
بعد كده في نوع كده اللي هو تاكوتسوبو كارديوميوباثي، ده عالم ياباني يعني، اللي هو بروكن هارت سيندروم، اللي هو كاتيكولامين كارديوميوباثي، اللي هي بوست منوبوزال فيميل، وحد زعلها فجت بشيست بين تمام، والليفيتد كاردياك انزيمز، يعني انت خلاص ديت ام اي او اكيوت ام اي، ولكن هي مش ام اي خالص، مفيش اي كرونري ستينوزيس، لو عملت كاتيترايزيشن او حاجه ممكن ما تشوفش، مفيش كرونري ستينوزيس، وبيبقى فيها ترانزيانت ديسكاينيزيا للليفت فنتريكولار ابيكس، زي ما انت شايف ادي الليفت فنتريكولار ابيكس بيبقى فيها ويك كونتراكشنز ويز اوت وورد بالونينج، يعني weak contractions، اما اللي فوق بيبقى forceful contractions with inward narrowing، inward narrowing زي ما انت شايف ballooning في الventricular apex، و no delayed enhancement، يعني مش بتاخد enhancement اصلا، لان ما فيش اصلا زي ما تقول كده disease معين اسمه تاكوتسوبو cardiomyopathy. فخلي بالك بيبقى جاية بشيست بين وجايه بإليفيتد كاردياك انزيمز، فانت دي متشخصه دي اكيوت ام اي، ولكن هي مش اسكيميك بتاتا. المايوكارديتس وده انفلاميشن اوف ذا هارت او المايوكارديوم، اسباب كتير، ولكن الكومونست الفيرال كوكساكي فيروس بيبقى ميد وول اور بيكارديال باترن نوت اندوكارديال، يعني الميد وول انهانسمنت او ابيكارديال انهانسمنت نوت اندوكارديال انهانسمنت، مفيش اي فاسكولار تريتوري، يعني مش تبع فاسكولار ديستريبيوشن، وبيفضل اكتر الفري لاترال وول، يعني بيرفير اكتر الفري لاترال وول، ودي سبير افتر الانترفنتريكولار سيبتوم. الساركويدوزز وده 5% رير بيحصل كاردياك ساركويد، بينفولف اكتر الانترفنتريكولار سيبتوم تمام، وبيجي بميد وول او ابيكارديال باترن شبه المايوكارديتس، ولكن المايوكارديتس بيرفير اللاترال لفري لاترال وول، والساركويدوزز بيرفير اكتر الانترفنتريكولار سيبتوم. ليفت فنتريكولار نون كومباكشن ده برضو حاجه كونجينيتال كارديوميوباثي، بيبقى فيه سبونجي مايوكارديوم، يبقى فيه سكسس زي ما انت شايف كده اكسس ترابيكيوليشنز، ولكن الوول نفسه المايوكارديوم نفسه ترو مايوكارديوم نفسه بيبقى طبيعي او بيبقى فين حتى، ولكن الترابيكيوليشنز بتبقى اكسس وديب انترا ترابيكولار ريسس، يعني بتبقى ديب قوي، فبيبقى شبه الاسفنجة كده، بيبقى المايوكارديوم شبه الاسفنج، فبيبقى سبونجي مايوكارديوم. طبعا ده بيحصل هارت فيلير في يونج ايج لان هو كونجينيتال، فبالتالي في اليونج ايج ممكن يحصل له هارت فيلير. بعد كده الباترنز بتاعت الانهانسمنت او الجادولينيان انهانس في حالات الكارديوميوباثيز وحالات الاسكيميا، السب اندوكارديال سب اندوكارديال انفاكشن او ترانس ميورال انفاكشن، ده طبعا اسكيميا، او امايلويدوزيس واللي هو سيركمفرنشال سب اندوكارديال اللي هو بيسبب طبعا ريستريكتيف كارديوميوباثي. الميد وول طبعا باتشي، ده في حالات الهايبرتروفيك كارديوميوباثي او ميد وول ايديوباثيك دايليتيك كارديوميوباثي او مايوكارديتس تمام، والساركيدوزيس برضو والمايوكارديتس بيعمل ميد وول، برضو الساركيدوزيس والمايوكارديتس بيعملوا ايبيكارديال، وتشاجاز برضو بيعمل ايبيكارديال ديليد انهانسمنت. فدي ثلاثة باترنز اوف جادولينيوم انهانسمنت باترن، فتبقى عارفهم برضو علشان ممكن يلعب في الالفاظ في الأسئلة. فالمحاضرة وصلت لنهايتها، أتمنى أكون أفدتكم ولو بجزء بسيط من المعلومات، وشكرا لكم.